القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تعلن إطلاق عملية شاملة لاجتثاث الإرهاب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملية سبقها إعداد جيد من قبل قيادة الجيش المصري والقطاعات المشاركة للوصول إلى مرحلة البدء الميداني للعمليات. خبراء عسكريون يرون أنها إعلان متجدد لعبور سيناء يعيد إلى الأذهان ذكرى 6 أكتوبر لعام 1973، تنسيق واضح بين جميع فروع وأسلحة القوات المسلحة والشرطة المدنية والمؤسسات المعنية وفي مختلف المحافظات، تنفيذاً لقرار الرئيس بمهلة 3 أشهر لتطهير سيناء والاتجاهات الاستراتيجية الأخرى كدلتا النيل والظهير الصحراوي الغربي بمحاذاة الحدود الليبية وفلول وبؤر الجماعات الإرهابية، مستهدفة على كافة هذه المحاور حتى يتم تطهير مصر بالكامل من هذه التنظيمات لتكون سيناء 2018 استكمالاً لعمليات سبقتها رد بها الجيش على هجمات أريد بها الترويع وشق الصف وضرب اللحمة الوطنية. لكن لماذا في هذا التوقيت؟ وماذا تحمله عملية الردع الشاملة من رسائل وفي أي اتجاه؟